طلب العلم يا إخوان يسير جدا. أنتم تحفظون حديث معاذ عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد سألت عن إيش عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس إيش فيه علما. قال إيش؟ قال يلتمس، يعني إيش قدر الطلب؟ التماس، والالتماس حركة إيش؟ حركة الأعمى. الأعمى هو اللي يتلمس، يعني بأقل جهد تبذله سيعينك الله سبحانه وتعالى إذا صدقت. قال له يسير على من يسره الله عليه، العلم يسير إذا صدق الإنسان في طلابه، ولكنه عتي على من لم يكن من أهله. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. إذا كان الإنسان فيه علو في طلبه العلم أو لا يهتم بالكتب، يرمي الكتب في الشمس ويحضر الدرس بقلب ساهٍ ولا يوقر شيخا ولا يرحم قرينا، فهذا لا يدرك العلم، لا يتعنى. لذلك ينبغي أن يعرف الإنسان هذه عبادة، كما الصلاة تتوضأ وتجمع شروطها لك، هذه عبادة. ينبغي أنك تحضر وتجمع شروط هذه العبادة في قلبك حتى تستفيد. ولذلك طالب العلم إذا كان له قلب فتاح وشيخ نصاح وكتب صحاح أدرك، يدرك، ليس صعبا. ولذلك رأينا بعض الناس إذا وجدت هذه المعاني في 7 سنوات يدرك. أول عندنا هنا في نجد القاضي يتخرج 7 سنوات عند المشايخ، قاضي يرسلونه 7 سنوات فقط يدرك. فيه موانع تمنع، فإذا الإنسان ما انتبه لهذه الموانع يجي ما يهتم بالدرس، آخر علم بالكتاب حطه في السيارة، وجاء الدرس فتحه من السيارة، والله الشمس فيه شوي خربتن فيه وكذا، ما عليه نجلده إن شاء الله تعالى عند المجلد نغيره 30 ريال إذا خلصنا الدرس. وينتهي الدرس والكتاب يرجع في المكتب وأنا غير جلده وقد عطب الكتاب، ولا يراجع ولا يذاكر ولا يحفظ أدب الدرس في نفسه أو مع أقرانه أو مع كتابه أو مع شيخه، ثم يريد أن يكون متعلما. العلم الحمد لله لا يشترى بالمال ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالجاه، ما يعرف أحد. العلم يعرف من أقبل على الله سبحانه وتعالى. العالم وارث النبي صلى الله عليه وسلم. العلم هو بالبشوت ولا هو بشهادات الجامعات الماجستير والدكتوراه، العلم ما وعاه القلب ونفع الإنسان وانتفع به. أعز شيء العلم، إن لم تعزه تركك، ما ينتبه لك. إن شاء الله ابن الشيخ الفلاني، ولا عندك مكتبة فيها 100,000 عنوان، ولا معك 1,000,000، أنتم أعرفوا طريق العلم وخذوه يا أخوان واصبروا عليه. والغنيمة إن لم تأتي في الدنيا تأتي عند الله سبحانه وتعالى، نرفع درجات من نشاء، يرفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم، وما عدا هذا يذهب جفاء ولا ينتفع أهله به. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما راضيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.